تنظيم كي تقولي لي كيفاش راك متوجد. حنا بدينا يعني من شهر جونفي باش التنظيم حيكون بالتنسيق مع يعني البعثات للدول الاعضاء للاتحاد الاوروبي في الجزائر. عندنا اكثر من 15 دوله راح تشارك في هذا الطبعة 22 للمهرجان الاوروبي في الجزائر. دونك بدينا في جونفي، كان عندنا هذا الشعار ولا لو تام اللي احنا اللي خيرناه هو يعني برمجه 100% نسويه. دونك يعني حنا في النسوي حبينا نقدموا يعني للجمهور الجزائري هاد النساء اللي راهم جايين من 15 دوله اوروبيه اللي راح يقدموا يعني عروض موسيقيه من عده انواع، من الموسيقى البوب الى الراب، صح، موسيقى كلاسيكيه، موسيقى العالميه، تقليديه، يعني برنامج كل الطوبه اكزاكتومون. ورانا نشاهدوا الان ميوزيكال، هذا هو الفن النسوي، يعني المراه في الواجهه، المراه الفن النسوي حيكون حاضر معنا. العاده هذا البرنامج ولا هذا المهرجان راح يكون في ثلث ولايات هذه الطبعه، حيكون الجزائر العاصمه سنطينه وهران. وهران بيان سور لازم نروح لوهران بيان سور، سورتو اكتوالمون مع لي جو ميديترانيان طبعا العاب المتوسطيه. احنا بغينا ثاني نقدموا بعض لي كونسير سور بلاس، ونا ايتي انفيتي جوستومون باش ندخلوا في هذا البرنامج. يعني وهران اللي تخي تخي بيان انيمي في هذه لا بيريود سبور كولتور، يعني اللي يروح لوهران هذه لا بيريود.